فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي. انتواصلوا متابعتنا لسعادات الرياضيين الأولمبياد اللي تقريبا بدأ العد التنازل لانطلاق المسابقة الأعظم في الكون أولمبياد طوكيو 2021. حابين اليوم نحكيو على تنس الطاولة. معنا بالتليفون السيد لطفي قرفيل رئيس الجامعة التونسية التنس الطاولة. سيد لطفي أهلا بيك. مرحبا بيك. مرحبا، شكرا على الاستضافة، شكرا لإذاعة إكسبريس إف إم، ومرحبا بكل السيدات والسادة المستمعين. مرحبا بك سيد لطفي. دونك حابين ناخذ من عندك آخر تحضيرات استعدادات للزوز تقريبا ممثلين في الأولمبياد من تنس الطاولة آدم حمام وفدوى القارسي. هم في الحقيقة ثلاثة سيسلام عن في البارا تيبل تنس، عن كريم غرسلي مترشح زادة. اي مازال وقته ولا؟ اي مازال وقته. تو نحكيو عليه في وقته ان شاء الله. ميساج كانت تعطينا لمحة. ميساج بالنسبة للمترشحين كما تعرف عن ادم حمام في صنف الرجال وفدوى القارسي في صنف السيدات. بالنسبة لادم حمام بما انه محترف في فرنسا، كانت تحضيراته تقريب ما بين مركز التدريب في فرنسا اسي بي بي اتليتيك كلوب بولوني بيلونكور في ضاحية باريس، يدرب في المركز هذاك على طول السنة، وفي بعض الاوقات اللي في فرنسا الوضع حرج وسكروا من اجل الكورونا، جاء لتونس كمل التحضيرات نتاعه وبعد رجع لفرنسا وجاء نهار لحد رجع لتونس باش يكملوا يترناوا يدربوا الايمات هذوما قبل الرحيل، ويقصدوا ربي يقصدوا ربي نهار 16 يسافر نهار 16. بالنسبه للفدوى القارسي الحقيقه الامور كانت اصعب شويه بما اني اجتازت مناظره البكالوريا السنه هذه وقعدت، معناها ما نجحتش من الدوره الاولى وقعدت للتحضيرات لدورة التدارك، معناها التدريبات تقريبا كلها في قاعة تنس الطاولة بحي الشباب في تونس، وهذا تقريبا الأهم يخص اللاعبين هذو. حسب ما فهمت التحضيرات ماهيش في حجم المسابقة بحجم الأولمبياد ولا؟ خاصة بالنسبة للفدوى القارسي، خاصة باسم الفدوى القارسي الحقيقة التحضيرات ماهيش في حجم التظاهرة اللي باش يتشارك فيها. قبل معناها تعرضت لإصابة في الكتف وقعدت تقريب مدة مرتاحة، وبعد رجوع تدريجيا بك الاعداد البدني وتأهيلها بدنيا قبل كل شيء، وبعد جات فترة التحضيرات للبكالوريا والامتحان البكالوريا ودورة التدارك. الحقيقة بكل صراحة الأمر كان صعيب شوية بالنسبة لفدوى القارسي. نحاولوا إن شاء الله في المدة الأخيرة الكل حاولوا المدرب قدار حمام أنه معناه عمل أقصى جهده أنه باش يأهلها وإن شاء الله تكون حاضرة للمسابقة. شنو يرجع هذا؟ ما عرفش فما سوء تخطيط، ما كانش متوقع، شنو بالضبط سي لطفي؟ والله علاش يرجع؟ كما قلت لك الوضع نتاع البلاد كل الوضع حرج، الوضع نتاع الكورونا بما انه فما في تقريب في العالم الكل سي اسلام معناها فما شح في التظاهرات الرياضيه، في تنظيم التظاهرات الرياضيه، في التربصات، في المعسكرات الخارجيه معناها بحكم الكورونا، معناها حتى كانت تحب تحضر وتحب تعمل تربصات ولا تحب تشارك في مقابلات ما فماش بحكم الكورونا. وتقريبا تنس الطاوله تدريجيا الامور بدات ترجع شويه في تنظيم التظاهرات والمسابقات. معناها الوضع ماهوش خاص بتونس، تقريبا الناس الكل تعدات بالمرحلة هذه والصعوبات هذه، الناس كل مرة تبقى جميع الفرق. ذالي حتى الحجر الصحي زاد دخل الأمور شوية بعضها، ذالي متمكنتش حتى باش تمشي ترينة في البريود اللي فات هكا ولا؟ قصينا، قررنا أنها تقص على التدريبات لمدة يومين أو ثلاثة، وبعد الحقيقة سلطة الإشراف معناها رخصونا باش على مستوى النخبة فقط، على مستوى النخبة فقط رجعوا من يوم الأمس رجعوا يدربوا في قاعة تنس الطاولة في حي الشباب. بالنسبة للأمور المالية، تحصلتوا على المنحة نتاع الفلوس اللازمة للتحضيرات ولا خدت فيها برشا جامعات قاعدة تعاني بالنسبة للموضوع هذا؟
بالنسبة لنا الحقيقة ما قناش صعوبة كبيرة، كما قلت لك الأمور كانت منظمة. بالنسبة لآدم صرفونا بولو أنه المبلغ ما هوش كبير برشا، تقريب المبلغ اللي أعطوه لآدم للتحضيرات والفدوى 20,000 دينار لكل واحد منهم، صبولنا 15,000 دينار منهم. بالنسبة لآدم كانت كافية باش نخلصوا له المركز التدريب للسنة الفارطة، وبالنسبة للتنقلات وتغطية مصاريفه. هو في فرنسا معناها على 3 نقسموهم 6,000 ورو معناها ولا 4,000 ورو، شنو يعملوا؟ والله هو بالحقيقة احنا آدم يا سي لطفي تكلم عندك الميكرو يا سي لطفي. لا نتكلم فما حد بكل صراحة. معناها آدم الحقيقة احنا اللاعبين نتاعنا وقت عملنا الاختيار كونهم يمشيوا لفرنسا حبيناهم يكونوا محترفين 100%، وحبيناهم يعملوا على رواحهم بحكم الحقيقة الظرف صعيب برشا، الظرف نتاع تونس صعيب برشا، الميزانية ماهيش كبيرة برشا. آدم كان معناها كان حب ربي، راهو عنده عقد أهداف، راهو عنده ميزانية خاصة به، راهو ما يتلزش باش يقوم بأشغال أخرى ولا باش يعاون روحه باش هذه هي ظروف بلادنا، هذه ظروف ميزانية تنس الطاولة. آدم حمام عنده منحة من النادي اللي ينشط معها في فرنسا، يتلزم باش يقوم بأشغال أخرى باش يدرب في بلاصة أنا، هو يتدرب يمشي يقوم بأعمال تدريب الأصناف الصغرى باش ينجم ياخذ منحة إضافية باش ينجم يخلص مصاريفه، يمشي راني باش ينجم يعاون روحه. على غالب هذه هي تنس الطاولة. تنس الطاولة ماهيش من الرياضات المستهدفة، الميزانية نتاعها قاعدة ضعيفة. بكل صدق السيدة الوزيرة وعدت أني باش ترفع في الميزانية نتاع الجامعة التونسية لكرة الطاولة ومتفاهمة للأمور، وعملنا جلسة معها كانت معناها مثمرة، وإن شاء الله معناها نتحصلوا على الدعم الإضافي هذا مش نجموا نطوروا الرياضة هذه أكثر وأكثر ونزيدوا ننشروها. والنخبة ما تجي كان بنشر كرة الطاولة، إذا كان الباز ماهيش كبيرة، القاعدة ماهيش كبيرة برشا، كيفاش باش تبرز النخبة؟ اليوم في تونس ولايات كاملة ما فيهاش رياضة تنس الطاولة، القروان ما فيها حتى نادي بتاع تنس الطاولة، الكاف، باجة، جندوبة، معناها نحشم حتى باش نقول الكلام هذا نحشم. اليوم قبل كانت عندنا دور الشباب، في كل دار شباب كان عندنا نادي بتاع تنس الطاولة، اليوم المدة التالية معناها دور الشباب تخلات عن الدورة هذاي، والفصل ما بين ما هو رياضي وما هو شبابي الحقيقة مشكلة كبيرة برشا. إن شاء الله بدينا إن شاء الله مع سلطة الإشراف عملنا اتفاقية كونه باش نعاود وننشر تنس الطاولة في دور الشباب، وأنه دور الشباب تحتضن نوادي لتنس الطاولة. بدينا نجسمه في الاتفاقية هذه مع المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة ببنزرت، وعملنا دورة تدريبية في التدريب وفي التحكيم لفائدة مؤثري دور الشباب بولاية بنزرت. إن شاء الله هذوما المؤثرين هذوما باش يكونوا قادرين على بعث نوادي لتنس الطاولة، ويلزم تتوفر لهم زاد المعدات، لأنه دور الشباب اليوم ماهيش بكله مجهزة بالطاولات وما عندهاش ليزيكيبمون صحيح. القاعات موجودة لكن الطاولات ماهيش موجودة، يلزم ميزانية، تخصيص ميزانية باش نجهزوا دور الشباب باش نجموا نبعثوا النوادي هذه. وإن شاء الله التجربة هذه أون لا ديبليك بور بالنسبة لدور شباب أخرى، بالنسبة للمندوبيات أخرى، باش نجموا نغطيو تونس الكل وتولي تنس الطاولة معناها منتشرة وموجودة في كل دور الشباب، وكل أطفال تونس يتمتعوا ويمارسوا الرياضة هذه. الحقيقة الجامعة وحدها الميزانية نتاعها ماهيش كافية، سلطة الإشراف لازم اليوم تعطينا ميزانية خاصة بالمعدات الرياضية، وإلا هي تشري التواول. كما نشوفوا سلطة الإشراف تجهز القاعات الرياضية، تبني القاعات الرياضية، تبني ملاعب كرة القدم، تبني التجهيزات والإنفراستركتور هذه، كيف احنا تنس الطاولة محتاجين إلى طاولات. سلطفي حد ما ناش قادرين على الشيء هذا، ظالي بلي كونديسيون هذا من كل ما سنوش حاجة كبيرة في الأولمبياد.
لا والله حد شيء ما هو مستحيل. كما تعرف آدم حمام كان أول رياضي جاب ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية للشباب في اختصاص تنس الطاولة، لعب الزوج المختلط مع لاعبة صينية وتحصلوا على ميدالية برونزية. الأولمبياد الفارت 2016 اللاعب النيجيري قادري أرونا وصل للدور الربع نهائي. حد شيء ما هو مستحيل، نأمنوا بقدراتنا وإن شاء الله نقدموا مردود متميز. نعمل شوية على آدم فدوى مثال بعيدة إن شاء الله. آدم الحقيقة عمره 19 سنة، مثال المستقبل قدامه، الترشح في حد ذاته بالنسبة لها إنجاز كبير، وإن شاء الله نحاول نتجاوز دوري المجموعات. آدم إن شاء الله قادر على أحداث المفاجأة وقادر أنه يقدم البعيد، وإن شاء الله نكون متفائلين. وقتاش تمشي وإن شاء الله يسافروا؟ يوم 16 جويلية. ماك مش تكون موجود معهم؟ لا مش موجود معهم. علاش؟ علاش خاطر اللجنة الأولمبية معناها فما عندهم على حسب عدد حسب مفهمونا على حسب اللاعبين المترشحين عندهم عدد معين بتاع مسؤولين وبتاع مرافقين، مناش موجودين، مناش مشكون متواجدين. والحقيقة مناش نسعى، وإحنا حتى إذا كان مش نحبوا نمشي وراه وباش نشوفوا التنظيم وباش نشوفوا العباد كيفاش تسير التظاهرات العالمية، خاصة أنه السنة المقبلة عندنا بطولة عالمية، بطولة العالم للأواسط في تونس. إذا كان نحبوا نمشي وراه باش نستفادوا من وجودنا غادي، باش نتعلموا من عند دولة كيما اليابان، باش نتعلموا من عندها تنظيم التظاهرات هذوما وتسيير المسابقات هذوما. على غالب إن شاء الله، إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله مرات أخرى إن شاء الله إن شاء الله مرات أخرى. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا لطفي. شكرا سي إسلام. شكرا. دونك كان هذا لطفي جرفيل رئيس الجامعة التونسية التنس الطاولة، حكينا على آخر استعداد الثنائي التونسي المشارك في أولمبياد طوكيو 2021، آدم أحمام وفدوى الجرفسي. فاصل مازال مكملين بعد شوية في بلاي.